التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في تواصل هذه الانطلاقات الصباحية. يسير شوطنا 19 منذ قليل الخاص بمنافسة الإبكار الحقايق مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، ونتابع المركز الأول. هذه اليمامة سعيد بن محمد أبو شوارب الشحي، نعم، اللي يحتل المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات بينما القدوم والانطلاق على المركز الثاني. الوصول من قبل رعود مبارك بن هضبان بن مبارك العامري اللي يحتل المركز الثاني بينما القدوم والانطلاق على المركز الثالث من السايحة سالم بن علي بن سالم السبوسي بينما في المركز الرابع أشوف هناك المركز الرابع اللي هي الدقلة سالم بن سلي بن حربي العامري بينما في المركز الخامس هذه هي اللي تتقدم الضبي محمد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغلي. هكذا نتيجتنا ونداءنا للخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى السيطرة، إلى التحدي وإلى الإثارة. هذه هي اليمامة، اليمامة، نعم، اللي انطلقت على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول يقدمها سعيد بن محمد أبو شوارب الشحي. يسيطر على زمام الأمور، وركز يا بن خادم مع هذا الانطلاق الجميل مع اليمامة بينما في المركز الثاني. في المركز الثاني أشوف السايحة سالم بن علي بن سالم السبوسي تتقدم مع ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث هذه بشاير محمد بن راشد بن ضبعة الاكتبي، بينما في المركز الرابع، في المركز الرابع اللي تأتي هناك وتنطلق أيضا شعايل محمد بن سعيد الزالمين المنصوري، وخامس المراكز هذه هي أيضا مستوى عبد الله بن سالم بن مطر الراشدي. ولكن العودة، العودة ما شاء الله إلى اليمامة، اليمامة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، هذه هي اليمامة اللي تسيطر والشحي يسيطر على زمام الأمور في مقدمة هذا الشوط. ركز يا رع اليمامة، ركز مع هذا الانطلاق الجميل بينما في المركز الثاني، المركز الثاني هذه بشاير محمد بن راشد بن ضبعة الاكتبي على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث اللي تقدمت وانطلقوا شعايل، شعايل تبي تشعل نار المنافسة في هذا الصباح كما قدم لنا ستة أشواط، وقادم منافس قوي على النقطة السابعة يتقدم محمد بن سعيد السالمين المنصوري، بينما هناك في المركز الرابع أشوف القادمة، أشوف الواصل الظفرة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. الله يا المعركة اليوم، الله على التحديات القوية ما شاء الله، غيرت الظفرة. ركز يا المغيري مع هذا الاندفاع الجميل، ولكن بن سالمين الخطير اللي ماله طب في هذا اليوم اللي قدم لنا ستة أشواط يقدم لنا شعايل. المعركة اشتعلت ما بين الظفرة ما بين شعايل. الله السلامات لوين؟ هل إلى بدية؟ أم هنا مشاهدين الكرام يا أيضا شعلة تبي تهدي السلامات إلى هال شعيب؟ المنافسة الأخيرة وهذه هي الظفرة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. سلام عليكم يا أهل العين بالفعل، ولكن هنا شعايل الأمتار النهائية بن سالمين والنعيمي. الله ما شاء الله، تهانينا والناموس إلى مالك الظفرة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي على هذا الفوز المشكور. يا سعيد يا بن عامر المغيري، بينما وصلت في المركز الثاني شعايل لمحمد بن سعيد السالمين المنصوري، والمركز الثالث مشاهدينا الأعزاء اللي وصلت في المركز الثالث نتابع هنا لحظة الوصول
اللي هي مرضية محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، احتلت المركز الثالث، بينما في المركز الرابع اللي هي اليمامة سعيد بن محمد أبو شوارب الشحي، بينما في المركز الخامس كان الوصول من بشاير محمد بن راشد الضبعة الافتبي. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، نعود بالتهنية وناموس إلى مالك الظفرة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي الذي خطف ناموس هذا الشوط في توقيت زمني مقداره 4:40 والنقطة الثانية يضيف المضمر سعيد بن عامر المغيري من خلال تواجده في هذا الصباح. تهانينا لجميع الفائزين.